بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. شكرا سيد الرئيس. أنا أبدأ بلاحظتين. أشكر اللجنة ساعة العمل القيم التي قامت به، وأعجب من ناس حاضرين في اللجنة ورغم ذلك ينتقدوا اللجنة بطريقة غريبة. ونعرف اللجنة استدعت كثير من الناس، من استدعتهم للمناقشة لمناقشة الحقوق والحريات وكل الأطياف، ولكن برشا ناس ما يعجبهم شيء في الحياة هذه. وأعجب كذلك من الذين يشككون في الحوار الوطني، وقد نال رضا الصديق والعدو، والحضور كان رائعا ومستوى النقاش كان أروع، ويظهر لي حضروا 4000 شخص في الحوار الوطني، وهذا يظهر لي مكسب كبير للدستور هذا. الحاجة الهامة أنه في الدستور هذا لابد مش يقطع على الظلم والاستبداد، لأنه الظلم والاستبداد كان وراء الثورة هذه، ثورة الحرية والكرامة. وابن خلدون يقول الظلم مؤذن بخراب العمران، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، ولكن الطغاة لا يقرؤون ولا يطالعون. وأصبحت الثورة ممكنة بفضل الله وبجهاد أجيال كسروا قيد الذل والانحطاط، فلا يجوز أن تضيع هذه الثمرة ولا أن يفرط التونسيون في مكاسب ثورتهم. فلا بد أن يضمن الدستور حقوق كل المناضلين والشهداء من الاستقلال إلى جرحى وشهداء ثورة الحرية والكرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. أهمية هذا الباب من الدستور هو تأسيس للحرية، وأقول نحن نستحق كل الحرية، الحرية المطلقة، الحرية الموضوعية التي لا يحدها قانون، وأقول التي لا يحدها قانون، ولكننا قلنا في التوطئة أننا نؤسس على ثوابت الإسلام، وهي معلومة، والذي لا يعلمها عليه بقراءة مقاصد الشريعة للإمام الطاهر بن عاشور أو مقاصد الشريعة للدكتور عبد المجيد النجار. واللي يحب يفتي لابد أن يكون من ذوي الاختصاص، مقاصد الشريعة وثوابت الإسلام يعلمها ناس الاختصاص. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. هذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نشوف في المادة 29 في الفقرة الأولى والثانية: على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراً كاملاً. وفي المطة الثانية: يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها أنه من مقاصد الشريعة هو حفظ الحياة، فحياة الإنسان مقدسة ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يعتدي على حريته. من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك جعل الله المقصد الشرعي من حكم القصاص هو حفظ الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. النقطة الثالثة: صحيح أنه في الحوار الوطني كثير من الناس أكدوا على كونية حقوق الإنسان وشموليتها، ولكن الكثير كذلك من الحضور نادى بالأخذ بها ما لم تتعارض مع قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن لا ننسى أننا نؤسس لدستور الشعب التونسي كله، لا دستور الأقليات ولا دستور الأغلبية، وكذلك لشعب تونسي مسلم والحمد لله. فلا بد أن يجرم الدستور المساس بالذات الإلهية، المساس بالقرآن، المساس بالسنة، المساس بالأنبياء والرسل كلهم، ويجرم التطبيع مع الأخطبوط الصهيوني. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتدخل فيها هي حقوق الطفل، أنها كثيرة ومتنوعة، فيها التربية وفيها التعليم وفيها الصحة وغيرها من الحقوق، وخاصة أقول الطفل المهمش والفقير والقاتن بالمناطق المحرومة. ولعلمكم أنه 250 مليون طفل على مستوى العالم يعانون من العيش في الشوارع والعمل في سن الطفولة، و 28% من أبناء غزالة في العهد السابق ما خذوش التلقيح متاعهم. جميع الدول الموقعة على ميثاق حقوق الطفل تعترف أن الطفل يجب أن يتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه،
وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، ويمكن له أن يستفيد من جميع خدمات الرعاية الصحية مع تطوير الرعاية الوقائية الأولية من الأوبئة. سي بشير انتهى الوقت، تجاوزته بكثير. كلمة أخيرة برك، أن أقول كما للطفل حقوق فكذلك للأولياء حقوق، وكما التربية الصالحة حق الأولاد على الآباء، فالبر وإحسان المعاملة حق الآباء على الأولاد، وبارك الله فيك من تضمينها في الدستور. وشكرا سيد الرئيس. الله يبارك فيك.